لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والدولية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في موقع الهيئة نت، 3 ملايين مواطن يسكنون العشوائيات في العراق. في موقع كتابات، الإطاحة بمنصب نائب رئيس الحشد الشعبي في الهيكل التنظيمي الجديد. في وكالة يقين نت، أكثر من 1500 تريليون دينار موازنات العراق خلال 15 سنة. في صحيفة لوموند الفرنسية، جدار الخوف سقط ومظاهرات مصر رسالة قوية للسيسي. في العربي الجديد، أكبر فصائل الحشد يعلن استعداده للقتال إلى جانب إيران وضرب القواعد الأمريكية. في صحيفة البصائر، رغم أزمة البطالة، العمالة الأجنبية تحتل البصرة بأكثر من 83 ألف عامل. وفي صحيفة القدس العربي، الجبير، تم استهداف السعودية ب 260 صاروخا و 150 مسيرة، وإيران المسؤولة. السلام عليكم. للشهر الثاني على التوالي تتواصل الإعلانات عن دفن جثث جديدة في العراق تحت عنوان مجهولة الهوية، دون الكشف عن أسماء الضحايا وسبب مقتلهم أو مكان العثور عليهم والمشتبه بقتلهم وسبب تجميعهم. اللافت أيضا أن الجثث تصل على دفعات، تصل إلى 100 جثة في الدفعة الواحدة، وتدفن دون حتى تنفيذ القانون القاضي باستدعاء نور ذوي المفقودين والسماح لهم برؤية أي جثة يعثر عليها عسى أن يتعرفوا على فقيدهم. هذا ما جاء في تقرير لصحيفة العربي الجديد. الشهر الماضي كشف عن دفن نحو 200 جثة على دفعتين، واحدة بواقع 75 جثة وأخرى بواقع 125، ودفعة ضمت 31 جثة مجهولة، ليعلن مجلس محافظة كربلاء قبل يومين تسلم 40 جثة جديدة قادمة من بغداد ودفنها على أنها مجهولة الهوية دون معرفة تفاصيل عن هوية أصحابها أو مكان قتلهم. وقالت الحكومة المحلية في محافظة كربلاء إنها دفنت دفعة ثانية مجهولة دون الإفصاح عن توضيحات إضافية عن مصدر الجثث وأصول القتلى الذين قيل إن بعضهم تعرض للتعذيب وبتر الأطراف قبل عملية القتل رمياً بالرصاص. وأخيراً، أكد العضو بالمجلس المحلي في كربلاء نافع داوود الأربعاء الماضي أنه تم دفن 40 جثة مجهولة الهوية في مقبرة وادي السلام، مبيناً في تصريحات صحفية أن مديرية صحة كربلاء تتولى غالباً الفحص الطبي وجمع المعلومات حول الجثث التي تم العثور عليها، مرجحاً في الوقت ذاته أن الجثث تم نقلها من مدن أخرى ودفنها في كربلاء دون تفاصيل أخرى واقعياً يتجنب المسؤولون العراقيون في الحكومة التطرق إلى هويات الضحايا أو حتى ملابسات قتلهم، وهي أسئلة يوجهها العراقيون منذ مدة بلا جواب، مثل من هم ومن قتلهم ولماذا قتلوا وأين قتلوا ولماذا يدفنون بشكل جماعي ولماذا لا يفتح تحقيق بقتلهم ولا يجرى لهم فحص الحمض النووي مثل الآخرين. تضيف الصحيفة، توجه اتهامات إلى ميليشيا مرتبطة بإيران بارتكاب عمليات قتل وتغييب بحق المئات من أبناء جرف الصخر ومناطق أخرى في جنوب بغداد وبالقرب منها. يقول الكاتب أياد العنبر، أنا من جيل شهد 3 حروب بأقل من 25 عاماً، فيما بعد عاش ما يشبه الحرب الأهلية بعد عام 2003، وبذلك يكون العراقيون من أكثر شعوب المنطقة معايشة للحرب ومأساتها، فهم كانوا حطبها وجربوا وتعايشوا مع خساراتها الحرة ضد داعش، ترك المدن مدمرة وساسة ما زالوا يحتفلون بالنصر. لم يعرفوا معنى الانتصار فيها إلى الشعارات والخطابات الحماسية للزعيم الأوحد،
فالنصر في مفهوم الأنظمة الشمولية أو مجتمعات الزعمات يكون محصوراً بدلالة واحدة، وهي بقاء هذا القائد في سدة الحكم أو بقاء ذلك الزعيم حياً، ولا يهم ضحايا الحروب من شهداء وأرامل وأيتام وعسكرة للمجتمع. وقاست مجتمعاتنا الأمرين من قلق الحرب وخسراتها وحيرة السؤال عن الجدوى منها، فلا أحد يكترث بضحاياها ولا محاكمة لنتائجها. وفي كثير من مناطق بغداد وفي المحافظات الوسطى والجنوبية تنتشر صور لشهداء الحرب ضد تنظيم داعش، وتكمن المفارقة في واقع تلك المناطق، فهي تعاني من دمار في البنى التحتية على الرغم من الأموال الضخمة التي خصصت لها، فالفساد وسوء الإدارة كانا عائقاً أمام النهوض بالواقع الخدمي للكثير من مناطق العراق. بالمقابل، تركت الحرب المناطق المحررة مدمرة، ناهيك عن ضحايا التنظيم في تلك المناطق من شهداء ومغيبين. وبالنتيجة، تشارك الفساد والحرب في دمار العراق، لكن الخطأ الأكبر ضياع فرصة تحويل الانتصار في الحرب إلى منطلق لتحقيق الإجماع الوطني في رفض الإرهاب والعنف وعدم قدرة الطبقة الحاكمة على توظيف منجز النصر لإعادة الثقة بين المواطن والدولة. بل حدث عكس ذلك، تحول النصر إلى فرصة لظهور طبقة اجتماعية طفيلية من مافيات وتجار الحروب. يقول الكاتب من مفارقات النصر على داعش إن الذين خلقوا الحرب بسوء إدارتهم وفسادهم وبمشاركة أصحاب الخطاب الطائفي التحريضي ضد الدولة، قد تعالت أصواتهم بالاحتفال بالنصر وبقوا زعماء كتل سياسية، فلا المجتمع عاقبهم على حماقتهم السياسية ولا المؤسسات القضائية حملتهم مسؤولية التقصير. القضاء العراقي ومن دمره والدستور ومن حرفه والقانون وكيف حرف ليس إلا مدحة اللا محمود والقضاة المخرفين التسعة وأصنامهم السياسيين. جسار صالح المفتي كتب عن قضاء العراق بعد عام 2003: ما من عادل وشريف وعراقي أصيل ونبذ واستهجن شخص مدحة المحمود باعتباره عقدة الخراب العراقي من أجل دولة صالحة للسكن والعيش الكريم منذ ما قبل التغيير. وهاجسنا كيف يمكن أن نحرك مفاهيم القانون والعدالة بالعراق باعتباره الداء والدواء في حل مشكلة تراجع العراق كدولة صالحة للعيش الكريم منذ عام 2003، حيث حذرنا من لغة الامتيازات الوظيفية والمنافع المناصبية المالية والعقارية والإفادات العشوائية في أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية وقانونية وقضائية أشبه بالمنهارة. شهية القيادات الحكومية العراقية الجائعة للسلطة أرادت بأي ثمن أن تصنع لها جماهير على الأرض من خلال تمرير عناصرها بالوظائف العامة، حيث التقت تماماً مع سياسة التحالف الذي كان يعمل بذهنية تعيين الوكالات الدولية لمعالجة قضايا حكومية في مؤسسة الدولة العراقية منذ عشرات السنين. إن ملف تمييز العاملين بمكاتب الرئاسة بالتعيينات والامتيازات المالية والعقارية الاستثنائية سواء بالاستناد إلى تشريعات تضمنت جملة من المخالفات الدستورية والقانونية والشرعية والأخلاقية لا تتلائم مع شروط نزاهة الوظيفة العامة، بما يثبت أكاذيبهم التي يدعون فيها بأنهم خدمة للشعب. لا ندري ما هي الحكمة الإدارية وبأي منطق إداري تصرف مكتب الوزراء لتمييز العاملين بمكاتب الرئاسات الثلاثة، فقد يكون مقبولاً وعادلاً إذا كانت الوظائف في مكتب الرئاسات طاردة من تقديم الكفاءات، ولكن المعروف أن أغلبهم قد مارس كل أساليب المنسوبيات والمحسوبيات والانتماءات بما فيها ارتكاب جرائم التزوير والتزييف. يقول الكاتب حاكم الربيعي في مقال له بصحيفة الزمان العراقية، يقول إن إيران والعراق دولتان ترتبطان بروابط جوار تمتد مئات الكيلومترات، وليس غريبا أن تكون هناك روابط اقتصادية، لكن الغريب أن إيران هي المستفيدة فقط من هذه الإمكانيات الاقتصادية. ما يتبادر إلى الذهن هو نوع الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام والذي جاء فيه أن محافظ البنك المركزي العراقي ومحافظ البنك الإيراني اتفقا على أن يكون التبادل التجاري بمقدار 20 مليار دولار بين العراق وإيران،
وهنا طرح ويطرح بعض الباحثين والمختصين تساؤلات من بينها: ما علاقة البنكين بقرار مثل التبادل التجاري؟ أليست هذه القرارات من اختصاص وزارة التجارة في كل بلد، وهي التي تختار البلد الذي تستورد منه ما تحتاج حسب الحاجة والحجم والنوع والسعر المناسب للدولة المستوردة؟ وبعد ذلك يأتي دور البنكين في دفع وتحويل قيم المستورد. والأمر الآخر وهو المهم، هل أن هذا المبلغ يعود على الطرفين بالمنفعة المتكافئة؟ أم أنه مساهمة في التخفيف من ضغوطات الحصار على إيران؟ وهل مثل هذا المبلغ الكبير يوفر فرص عمل لجيش العاطلين من العراقيين؟ وماذا سيصدر العراق لإيران وهو الذي يستورد كل شيء منها ومن غيرها من دول العالم؟ هذه الأمور لابد من أخذها بعين الاعتبار، فالعراق بحاجة ماسة جداً للاستفادة من خيراته، والشعب العراقي أولى من الآخرين بخيراته، وهو لم يقصر مع الآخرين، لا سيما أن المبلغ ضخم وأن الحاجة في العراق مرتفعة جداً للتخفيف من معاناة أبناء الشعب العراقي. يفترض وبكل جدية أن تقوم الحكومة بتأهيل القطاع الصناعي والقطاع الزراعي للعودة إلى الماضي الجميل، حيث كان العراق يزرع ويصنع ويصدر ويستقبل السياح، لذا يجب تأهيل المرافق السياحية وخلق الطلب السياحي، ويكفي هذا الزمن الذي ذهب سدى من حياة شعب يستحق الكثير. أكد صحيفة نيويورك تايمز أن المظاهرات التي خرجت ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة ومدن أخرى غير عادية على الإطلاق. تحت عنوان احتجاجات نادرة ضد زعيم مصر تنطلق في القاهرة وأماكن أخرى، كتبت الصحيفة أن خروج مئات الشباب ضد السيسي جاء استجابة لنداءات عبر الإنترنت، وشددت على أن المتظاهرين هتفوا يسقط السيسي وإرحال الآن، وأشارت إلى أن هناك دلالات كبيرة لهذه الاحتجاجات التي رغم صغرها فقد وقعت أثناء توجه السيسي إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأسبوع المقبل. ونوهت في هذا السياق إلى وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيسي بأنه ديكتاتوره المفضل، وذكرت أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين واشتبكت معهم في الساعات الأولى من يوم السبت، وأكدت أن مئات الشباب استجاب للدعوة التي أطلقها الممثل المقاول محمد علي للتظاهر بعد كشفه عن تبديد السيسي للأموال العامة لبناء القصور. وأضافت الصحيفة أن الشباب غمر الشوارع مساء الجمعة بعد مباراة لكرة القدم بين فريقين مصريين مشهورين في إشارة لنهائي كأس السوبر المصرية بين الأهلي والزمالك، وذكرت أنه بحسب شهود عيان وتسجيلات فيديو فإن الاحتجاجات لم تكن منظمة مركزياً واندلعت في عدة مناطق كالإسكندرية والسويس والمحلة الكبرى، كما أنها جاءت من تجمعات عفوية للشباب الغاضب والعديد منهم من الطبقة العاملة وهم يرددون شعارات مناهضة للسيسي. وأشارت الصحيفة إلى أنه برغم الفيديوهات الموثقة للمظاهرات فإن محطات التلفزيون الموالية للحكومة حاولت التقليل من حدة الاضطرابات. تساءلت مجلة فورين بوليسي الأمريكية عن أبعاد ودلالات موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من استمرار واشنطن في تحملها 81 مليار دولار سنوياً لحماية الخليج، فيما لم تعد بحاجة للنفط السعودية بشكل خاص بعد أن أصبحت الولايات المتحدة أكبر منتج للطاقة في العالم. أشارت المجلة إلى رد ترامب الصريح إلى حد الفجاجة قبل وبعد هجوم إيران على مرافق النفط بالسعودية، وتأكيده أن أمريكا المكتفية نفطياً لم تعد بحاجة لحماية المنطقة، وإن فعلت فإنها يجب أن تتلقى مقابلاً لذلك. ونوهت المجلة لتغريدة ترامب على حسابه على تويتر: لماذا نحمي ممرات الشحن البحري لصالح بلدان أخرى سنوات عديدة دون الحصول على أي تعويضات مالية؟ لسنا بحاجة حتى لأن نكون هناك بعد أن أصبحت بلادنا أكبر منتج للطاقة في العالم. وتساءلت عما إذا كان على أمريكا الاستمرار في بذل الدم والمال لحماية تدفق النفط من الخليج في وقت يكرر ترامب قوله إن الولايات المتحدة قد حققت استقلالها النفطي تقريباً
وأن على الدول التي تعتمد على النفط السعودي والخليج مثل الصين واليابان دفع الفاتورة. وأكدت في هذا السياق أن التزام أمريكا بحماية الخليج كان مفهوماً لأنها تستورد وحدها مليوني برميل من نفط الخليج يومياً، كما أن حلفائها المهمين في أوروبا يستوردون أكثر من ذلك من المنطقة نفسها. لكن فورين بوليسي شددت في الأخير أن هناك سببين، يتعلق الأول بضمان وصول نفط الخليج إلى الأسواق العالمية، وذلك لكي يحافظ على استقرار أسعار النفط في العالم بما فيها أمريكا، وبالتالي يدعم استقرار الاقتصاد العالمي. أما السبب الثاني فإن وجود أمريكا لعقود طويلة في المنطقة يعود عليها بفوائد غير ملموسة. تفتتح دار الآثار الإسلامية في الكويت موسمها الثقافي الجديد في المحاضرة السنوية لمتحف طارق رجب التي تأتي تحت عنوان مخطوطات مهمة في متحف طارق رجب حياة الخطاطين، إذ تتنوع تواريخ ومصادر محتويات المتحف من المخطوطات والحروفيات، وبعضها مخطوطات كوفية يرجع إلى القرن الأول الهجري أي الثامن الميلادي، حيث تتوزع مصادر الأعمال من الصين حتى الأطلسي. في المتحف الذي أنشئ عام 1980 ثمة لوحات لجميع أشكال الخط العربي، إضافة إلى مصاحف نادرة وفرمانات عثمانية وتحف من خامات مختلفة مثل الزجاج والخشب والورق وكذلك سعف النخيل، كما توجد قطع أثاث مزخرفة إلى جانب شواهد قبور يعود تاريخها إلى ما قبل 800 عام. طور فريق بحث ياباني نوعا جديدا من الساعات الذرية باستخدام ذرات الكادميوم تبلغ دقتها 1000 مرة على دقة الساعات الذرية الحالية، وتوصل الباحثون إلى هذا الإنجاز بعد اكتشافهم خاصية جديدة لعنصر الكادميوم يطلق عليها الطول الموجي السحري، ومن المتوقع أن تستخدم هذه الساعات الدقيقة في تحسين فهمنا للنظريات الفيزيائية واختبارها. منذ أن نشر ألبرت أينشتاين نظرية النسبية العامة عرف العالم أن الوقت يتدفق بسرعات مختلفة بحسب المكان الذي تتواجد فيه، ويرجع هذا أساساً إلى تأثير الجاذبية، إذ ينساب الزمن بشكل أبطأ كلما كان حقل الجاذبية أقوى، ورغم أن هذا الاختلاف لا يكون محسوساً بالنسبة إلينا فإن ساعات الذرية الدقيقة للغاية يمكنها قياسه. وبعكس ما يعتقد كثيرون فإن لهذه الاختلافات أهمية بالغة في مجال البحث العلمي واختبار النظريات الفيزيائية، إذ تساعد القياسات الدقيقة للوقت الباحثين في قياس ظواهر فيزيائية أخرى مرتبطة بتدفق الوقت. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.